إثارة الفتنة والزج بالوطن في أتون حرب أهلية مدمرة، ونفى مشايخ وأعيان وأبناء قبيلة بني حكم ما تناولته قناة سهيل وبعض وسائل الإعلام من أكاذيب وافتراءات زعمت من خلالها بانضمامهم إلى ما يسمى بالثورة، وأكدوا أن من خرج منهم لا يمثل إلا نفسه، كما نفوا تلك المزاعم التي روجوها بعض وسائل الإعلام التابعة لأحزاب اللقاء المشترك بأن معسكرات الحرس الجمهوري المرابطة في أرحب تقوم بقصف مناطقهم ومنازلهم. احلال فينا في انقاطعا، وكل ما ادرت به وسائل الاعلام هذه اللي تكذب يعني على بني حكم، ان بني حكم مع الدوله ومع الشرعيه الدستوريه لن نضم مع هؤلاء الفئه المخربين، ولن نضم ابدا مهما كان الامر، وان هذه قبيله بني حكم كامل، وان ما هم كذابين ولا به من بني حكم ولا احد يضمه، وانهم لا يمثلون الا انفسهم حتى من خرج من صفنا. المعسكرات يا رجال ما بتعرفي على احد من عند اسد، من عند اسد يعني من عند اسد في رحب لا بتعرفي على احد نهائيا، ولا تضرب احد الا من يعني اعتدى على ضربوا على المعسكرات بيضربوهم. باسمي واسم قبيله من يحكم ننفي ما اوردته قناه الجزيره وسهاي، وان احنا على عهدنا باقيين مع الشرعيه وممثلها الوحيد المشير علي عبد الله الصالح، ونافينا في انقطعا من ما اوردته عن قولها انها ضربتنا الطائره، لن تعتدينا الطائره ولن بيعتدونا على اي ارحبي، واحنا والمعسكرات واحنا والجنود اخوان سارحين ضامنين دم ولحم قلبا وقالب، ولم حد يعتدي على اي احد. نحن هنا بني حكم القبيلة العاصية بمهامتها برجالها مع الدولة والوطن والشرعية وعلي عبد الله صالح، وندين كان السهيل والجزيرة الذي يعجبها الخراب طول عمر من يوم تأسست، ومن يوم يعني عرفنا كان السهيل انه حق للفتن والتخريب، وهؤلاء بني حكم واللي بيدعي انه يعني انه حق اللي قال لا يمثل لا نفسه سواء انه اخي ولا ابن عمي ولا يعني، وهؤلاء بني حكم قلبا وقالب ومستعدين يقاتلوا على يعني الشرعيه وعلى النظام يعني من بيوتهم الخاص ومن حقوقهم ضد المخربين. احنا ضد هم المخربين الذين يمثلون لا نفوسهم، اللي يقولون انهم انضموا بني حكم كلها مؤتمري يعني على عهدهم ومبدأهم مع الشرعيه الدستوريه. بني حكم على مبدأ من 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 اول الثوره، واحنا مع مع الوطن ومع الوحده ومع الشرعيه الدستوريه، والذي بيجوا يفعلوا هذا الوسائل الاعلام في غير اسامي من دون اشخاص، ما قد شفنا اشخاص ولا قد شفنا احد من بني حكم يضم الا بس ما سمعنا في الاعلام. احنا وجدنا انفسنا هنا من كل حد من كل حد ما قتش بني حكم كلهم، احنا 4000 غرة، احنا وجدنا انفسنا، وهذه رسالة للداخل ولخارج للجزيرة ولسهيل ولغيرها، احنا واقفين ثابتين على مبدانا على الوطن على الوحدة على الامن على الاستقرار، ليس للتخريب نهائيا. من حين قالوا يسقط النظام، النظام ما سقط، ما سقطت الا المدارس، ما سقطت الكهرباء والمنشآت، هذا اللي سقطوها ما قش، وهي منواهم يعني سيئة. هؤلاء ما معنا الا الامن والاستقرار، والدولة في صدرها مفتوح لكبير وصغير. ثانيا بيقولوا المعسكرات بتضربها ارحب، ننفي لا اساس من الصحة اطلاقا، بس الاعلام للخارج بيظنوا ان الخارج حيرحموهم، احنا يرحموا الذي هو ثابت على اكتامه وثابت مع الامن والاستقرار، لا يثبتوش مع المخرب. المعسكر لها 40 سنه، ومن اعتدى يعني على المعسكر هو بيعتدي على نفسه اولا وخاسر دنيا واخره، ليش هو جهد في سبيل الله؟ جهد في سبيل الله معروف. العسكر هم مننا،
طيب احنا معنا جهال، معنا اخوان، معنا ابا في معسكرات مختلفه في انحاء الجمهوريه. احنا العسكري هذا اجي انا او جي هذا لقد مع احد بيصير يقتله؟ لا، العسكري هو عسكري الوطن، عسكري الجمهوريه كامل، والاحزاب يدك على ما هي. اللي بيجوا هنا مجمع، قد لقينا ناس واحنا في نقطه مرقهن اربع نقاط، فعنا ما يعني ركناش على واحده. بيجوا من الجوف، من صعده، من مارب، منه، من ارحب، من خولة، يعني شله شلل معي بيجمعوا. ارحب بقت مصدر ومفتوح ومظله للمخربين. احنا نصحناهم، احنا ادمنا وبلادنا بنحكمها. انا والله ما يبقى واحد ولا اي حد يعتدي على المعسكر. مع الشرعيه ومع الديمقراطيه ومع الامن والاستقرار، سمعت، ولدين الارهابيين هؤلاء واللي بيطلعوا المعسكرات، كل التخريبات وكل المزاعم الكاذبه سواء من سهيل او من الجزيره او من غيرها، لانه زاد التزييف على الدوله وعلى القبائل. ونحن نناصر الدولة والحكومة والرئيس وكل القادات الشرفاء، ليس يعني احنا مع المخربين ولا نقوم بهم ولا نقعد. وأي تخريب فهو لم يمثل لا نفسه، وهو مخرب وطن وسمعة لا لها أساس من الصحة. وباسمي واسم جمعية التسامح لرعاية تأهيل المعاقين، في ظل الرعاية والاهتمام الذي توليه بلادنا وقيادتها السياسية الحكيمة، إننا جينا اليوم نأكد ونجدد ولاءنا وعهدنا لفخامة رئيس علي عبد الله الصالح رئيس الجمهورية اليمنية كمعاقي وأفراد وأعيان ومشائخ القبيلة من أبناء بني حكم. وما أتانا لا هنا إلا مزاعم الكذب والافتراء من قناة الفتن سهيل والجزيرة فيما ادعته لقبيلة بني حكم بأنهم يعتدوا علينا من المعسكرات والطوائر، فهذا ننفي هذا الخبر الكاذب والفاضح. رسالتنا لبني حكم وأرحب أرحب الجود مهما كان الأمر، وهم عادهم أوفى ناس وأحسن ناس، والود الصلح والصلاح، ولا داعي للحرب، ولا داعي لقتل العسكر، ولا داعي لقتل بعضاتنا البعض. يحافظوا الناس على السلم، وعاد السلطة عاد انتقل بشرف بوفاء بما هو الذي يشرف ويقدع. بني حكم اعدادهم منهم ناس يرضى، وهم احسن من بيوقف مع التولو ومع قبائلهم ومع نفوسهم. واحنا نشكركم ونشكر الجميع على التجاوب مع قبيلة ارحب ومع يعني من حضر، وكلنا مع التولو ومن التولو والى التولة. وان شاء الله ان الله يحل المشكلة حق البلد هذه بكلها، والقتل يكفي في كل الجوانب، والناس العقلاء من المسؤولين ومن الذي يهمهم الأمر يحرصوا على البلاد وعلى دماء الناس. وأهم ما يكون إن احنا نبقى صادقين، وأما الحكمي فيشهد لهم الوقت إنهم من أشرف الناس وأوفى الناس. بالنسبة لأخواننا بني حكم فهم الوفاة، وأرحب أيضا كذلك والمثل كلهم وفاة، إلا إنه في بعض الاختلافات، وندعيهم إلى الحوار وإلى السلم، ولا داعي لكثر المشاكل وكثر الفتن، والناس كلهم واحد اخوه وسلامه الجميع. نحن ندين الاعتداءات على المعسكرات وانهم من حمايه الوطن وحمايه الشرعيه الدستوريه، ونحن مع الشرعيه الدستوريه جميعا. ندين اعمال الطامعين والعابثين بهذه الاوضاع، وارحب الشم الميامي مع الشرعيه الدستوريه ومع سياده المشير علي عبد الله صالح. الرساله التي نوجهها لابناء قبيلتنا ولابناء شعبنا اليمني، ونوجه الرسالة أيضا على الصعيد الدولي، ونقول من هنا ومن قلب الحدث بأن أرحب وأبناء أرحب وقبيلة أرحب مع الشرعية الدستورية ومع قائد الوطن وقائد مسيرته المشير علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله، إنما يشاع ويبث في قناة التضليل بالنسبة لأرحب وبالنسبة لما يتم زعمه بأن قوات الحرس الجمهوري تقوم بالقصف العشوائي على منازل أرحب سواء بالمدفعية أو بالطيران، فهذا كلام غير صحيح وليس له أساس من الصحة. وإنما في حقيقة الأمر والواقع، كوننا من أبناء القبيلة وكوننا من أبناء المنطقة، إن المعسكرات المرابطة في أرحب هي التي تتعرض لعملية القصف العشوائي والمتكرر من قبل عناصر التخريب.